بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سعداء ثانوية ولاية محمد عبد الله بمديرية العرائش على النتائج اللي حصلنا عليها بصفة عامة، بالخصوص احتلال تلميذة هبة الرواحي المرتبة الأولى على المستوى الجهة بمعدل 18.98. بطبيعة الحال هذا التمييز ما جاش بالصدفة طبعا، ولكن جاء من خلال واحد المجهود كبير كيتبدل في المؤسسة من طرف الأساتذة اللي كيأثروا التلامذ مجهودات كبيرة في تجويد التعلمات، طبعا كذلك في الدعم التربوي اللي كيدار منذ بداية السنة إلى النهاية. بهذه المناسبة كذلك تنوجه الشكر الجزيل للسيد المدير الإقليمي الذي لا يألو جهدا في دفع المؤسسة نحو التميز والتألق، كذلك السيد مدير الأكاديمية اللي خلال التعليمات ديالو المجهودات الكبيرة اللي كيبذلها من أجل نهوض الإقليم والتلاميذ ديال المؤسسة التعليمية نحو الأفضل. وكنهنئوا بهذه المناسبة الأسرة ديال التلميذة والأسرة التعليمية إقليم وبالجهة ككل على هذا التألق وهذا التميز اللي ماشي جديد في المؤسسة، وإنما أصبح قاعدة في المؤسسة. في السنة الماضية كذلك جت المؤسسة هي الأولى على مستوى الجهة، لذلك نحن فخورون بهذه التلميذة هذه بالأساتذة ديالنا وبالإدارة على كافة المجهودات المبذولة أجل الوصول لهذا المستوى. شكرا لكم.